منذ تنحيهم عن مهامهم في العائلة المالكة البريطانية وسيطرة موضوع كورونا على الأخبار، غابت إلى حد ما أخبار دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، وبعد ما كان حسابهم على إنستغرام نشيط مليان صور وأخبار التزاماتهم وأعمالهم مع العيلة المالكة، توقف الحساب منذ تنحيهم، وهذا الشيء تسبب بخسارتهم 200 ألف متابع تقريبا. فحساب الثنائي على إنستغرام كان عنده 11,300,000 متابع كما تشاهدون على الشاشة، لكن بعد تنحيهم عن اللقب الملكي وحرمانهم من استخدام كلمة ملكي في أي شيء، توقفوا على النشر على الحساب، فخسروا حتى الآن 200 ألف متابع، ولسه يبدو إذا ما نزلوا أي صورة حتستمر أو حيستمر الخسارة على الحساب.